بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. تحضيرا لشهادة البكالوريا اليوم بإذن الله راح نقدم لكم ملخص شامل خاص بتفاعلات حمض أساس، واللي هو المعايرة pH متخية. الهدف من معايرة محلول حمض أو محلول أساسي تتمثل أعزائي الطلبة في تحديد تركيزه، يعني هذا هو الهدف، ويتم ذلك بماذا؟ بالاعتماد على التفاعل حمض أساس. بالطبع يجب أعزائي أن يكون تفاعل المعايرة كليا وسريعا. ما معنى؟ معناه يختفي خلاله المتفاعل المحد بسرعة، ولا يجب أن يكون هناك أنواع كيميائية أخرى تكون مشوشة. إذن تفاعل هذا أو تفاعل المعايرة يكون كليا وسريعا ووحيدا، ما تدخلش عليه يعني أنواع كيميائية أخرى تشوش عليه. خلال المعايرة أعزائي الطلبة يتم وضع المحلول المعاير بكسر الياء، المعاير. ما معنى المحلول المعاير؟ هو المحلول المراد معايرته. نوضع هذا المحلول المعاير في كأس بشر، ومن بعد وش ندير؟ ثم نضيف إليه تدريجيا بواسطة سحاحة مدرجة المحلول المعاير بكسر الياء إلى أن نحصل على التكافؤ. يعني الهدف هو منه هو التكافؤ، يعني اللعب كامل راه يدور حول هذا النقطة، نقطة التكافؤ. إذن إذا كان هذا المحلول، إذا كان المحلول المعاير، يعني المحلول المراد معايرته، إذا كان هذا المحلول المعاير محلولا حمضيا، محلولا حمضيا، نضيف إليه تدريجيا محلول معايرا يكون أساس تركيزه يكون معروف. يعني المحلول المعاير في أغلب الأحيان يكون تركيزه مجهول، لأننا نحوسه نحدد التركيز تاعه. إذن إذا كان هذا المحلول المعاير محلولا حمضيا واللي راه موجود في كأس بيشر، نضيف إليه تدريجيا محلول معايرا واللي راه موجود في السحاحة، يعني التركيز تاعه معروف. أما إذا كان المحلول المعاير محلولا أساسيا، هنا نضيف إليه كذلك تدريجيا محلولا معايرا حمضيا، تركيزه يكون معروف. إذن إما نعاير محلول حمضي بمحلول أساسي، أو نعاير محلول أساسي بمحلول حمضي. التكافؤ، ما واش نقصد بهذه الكلمة؟ أو متى يتحقق التكافؤ؟ يتحقق التكافؤ أعزائي خلال المعايرة حمض أساس. عندنا رانا أمام معايرة حمض أساس. إذن هذا التكافؤ يتحقق خلال هذه المعايرة وقتاش؟ عند اختفاء المتفاعلين المعاير والمعاير، وهذا يكون أعزائي حسب النسب الستوكيومترية لمعادلة تفاعل المعاير. مثلا إذا كان المحلول المعاير نرمز له الحجم تاعه ب V، يعني رمز يعني هذا رمز الحجم المضاف من المعاير، عفوا من الحجم المضاف من المعاير، رانا هذا هو الرمز تاعه. أما VE فهو رمز الحجم المضاف من المعاير عند التكافؤ. هذا V حجم رمز الحجم المضاف من المعاير قبل التكافؤ وبعد التكافؤ. أما VE equivalence volume à l'équivalence، هذا رمز الحجم المضاف من المعاير
عند التكافؤ. إذا كان حجم المعاير أقل من حجم عند التكافؤ، المتفاعل المعاير هو المحيط. هنا المتفاعل المعاير هو المحيط. أما إذا كان الحجم أكبر من الحجم عند التكافؤ، هنا المتفاعل المعاير هو المحيط. إذن أعزائي، عند التكافؤ كمية مادة المضاف للمحلول المعاير بكسر الياء تساوي كمية المادة الابتدائية المتواجدة في المحلول المعاير بفتح الياء، حيث أن المعاملات الاستوكيومترية الموافقة للحمض أو الأساس تساوي 1. إذن عند التكافؤ واش يكون عندنا؟ يكون عندنا كمية يكون عندنا كمية الحمض المعاير، كمية مادة الحمض المعاير واش تساوي؟ تساوي كمية المادة للأساس المضاف، أو العكس، كمية الأساس المعاير، كمية مادة الأساس المعاير تساوي كمية مادة الحمض المضاف. هذه العلاقة أعزائي الطلبة تمكننا من تحديد التركيز المجهول، يعني تركيز المعاير. خلاص، كنت يعني هذا تذكير خفيف، يعني كنا درسناه في السنة الثانية ثانوي كما لتشفى، وقمنا بالمعايرة اللونية والمعايرة بواسطة قياس الناقلية. يعني المبدأ هو نفسه بالنسبة للمعايرة الPH مترية، لا يختلف. التركيب التجريبي للمعايرة الPH مترية، لاحظ، هو نفسه اللي شفناه بالنسبة للمعايرة اللونية وبواسطة قياس الناقلية، حيث أعزائي يستعمل في المعايرة pH مترية التركيب التجريبي اللي راهو أمامنا الآن. إذن هنا إذا رانا أضفنا برك الجهاز pH متر، ها هو، أنا قمت بترجمة المصطلحات باللغة العربية، وكاين اللي أضفتهم حتى باللغة الفرنسية، كاين اللي ما كانوش موجودين، أنا أضفتهم حتى تكون عندك يعني مصطلحات مترجمة من العربية إلى الفرنسية. إذن ما هي أو تقنية المعايرة؟ هنا ربما راح نستعمل بعض الكلمات، مثلا نقول لك CA، مثلا نقول لك CA اللي هو التركيز A، ونقول لك CB، يعني الA نقصد به أسيد اللي هو الحمض، وبي نقصد بها لا باز، أي كاللي يقولوا لها القاعدة، وإحنا في الجزائر نسموها الأساس. إذن ما هي تقنية المعايرة المتبعة؟ أولا نبدأ أو نضع المحلول المعاير في كأس بيشر، ها هو أمامك المحلول المعاير الموضوع في كأس بيشر، صح. مثلا نأتي بحجم VA، يعني حجم حمضي، حجم حمض، كي نقول VA حجم حمض، كي نقول VB حجم أساس لاباز، صح. قلتنا أن نأتي مثلا نسكب حجم VA من محلول حمضي، التركيز تاعو يكون CA ويكون مجهول، يكون مجهول، وين نحطهم هذو؟ نحطهم في كأس، كأس بيشر، وماذا واش ندير؟ نقوم بإضافة الماء المقطر في الكأس حتى يسهل يعني غمر المسبار أو المجس، يسموه هذا لاسوند،
لا سوند دو بي اش متر يسموها المسبار او الميجس، يسموها كذلك المسبار. صح، عفوا مسبار بالسين، مسبار. حتى علاش نزيدوا الماء المقطر؟ حتى يغطس كما نقولوا احنا بالعاميه، يكون غاطس كامل هذا المسبار في الماء، يعني يكون مغمور في الماء. ومن بعد واش نجي ندير؟ اذا بعد ما حطينا المحلول المعاير لا سوليوشن تيتري في الكاس بيشر، الخطوه الثانيه نجي نملح السحاحه لا بيغات، نملاها بمحلول معاير بكسر الياء لا سوليوشن تيتروت، نملأها حتى وين؟ حتى التدريجة صفر، حتى الوين، حتى التدريجة نقرأها صفر. مثلا في مثالنا هذا، مادام حطينا في كأس بيشر محلول حمضي، إذا في السحاحة نحط محلول أساسي، وإذا والعكس، إذا حطيت المحلول الأساسي في كأس بيشر نحط في السحاحة المحلول الحمضي. يعني شوف أنا وش راني راح نقوم المعاير اللي نقوم بها، يعني هذا المحلول الأساسي بالطبع راح ما نحسبوش الحجم، لأننا الحجم اللي همنا هو في او، اللي همنا الآن هو في او عند التكافؤ. صح، لأنه يعني عندما يحدث التكافؤ نتوقف، مثلا الحق هنا راح نتوقف، يعني الحجم لو باقي ما يهمنيش، يهمني حجم التكافؤ، واللي يهمني كذلك التركيز تاع الأساس اللي حطه في الشحاحة، واللي هو معلوم، هذا التركيز يكون بالطبع يكون معلوم. ومن بعد واش نزيد؟ الخطوة الثالثة نقوم بإضافة تدريجيا المحلول المعاير الموجود في الشحاحة على المحلول المعاير الموجود في البشر، وأنا في المثال تاعنا يعني نضيف تدريجيا المحلول المعاير اللي هو الأساس على المحلول المعاير اللي هو الحمض، بالطبع مع الرج المستمر بواسطة المخلاط المغناطيسي. ها هو المخلاط المغناطيسي لاجيتاتور مانيتيك. ومن بعد نقوم بتسجيل قيمة البي اش تاع المزيج في كل مرة اللي نضيف فيها يعني حجما معينا في بي، يعني من المحلول الموجود في السحاح. والخطوة الأخيرة وهي أننا نرسم منحنى المعايرة، يعني المنحنى راح نشوفوه في بعض الأمثلة. المنحنى راح يمثل تغيرات البي اش، يعني بي اش يعني تساوي اف لي في بي، أي المنحنى يمثل تغيرات بي اش المزيج بدلالة حجم المحلول المعاير في بي، يعني المحلول المضاف. نفضل لو كان نديرو مثال، يعني نشوفو مثال على معايرة مثلا حمض بأساس أو معايرة أساس بحمض وهكذا، يعني من أحسن الأمثلة، هي أحسن شيء مكمل للدرس. في المثال الأول تاعنا راح نقوم بمعايرة حمض ضعيف بأساس قوي، يعني راح نقوم بمعايرة محلول حمض الإيثانويك سي أش تروا سي أو أو أش اللي هو حمض ضعيف بواسطة محلول الصود الاناواش اللي هو اساس قوي او بما يسمى بمحلول هيدروكسيد الصوديوم. وكنا شفنا في الدرس ان الحمض يكون قوي، وقتاش يكون قوي؟ اذا كان انحلاله في الماء كليا، ويكون الحمض ضعيفا اذا كان انحلاله في الماء جزئيا. نفس الشيء بالنسبة للأساس، يكون الأساس قوي إذا كان انحلاله في الماء كليا، ويكون ضعيف إذا كان انحلاله في الماء جزئيا. هذه حاجة دير مليح في راسك وش فعلها. إذا نضع في كأس بيشر بواسطة ماصة حجما في آي يساوي 20 مليلتر، في آي يعني حجم الفوليوم داسيد، حجم الحمض من محلول حمض الإيثانويك لتركيز سي آ مجهول، يعني هذا موجود في كأس بيشر. ثم نضيف إليه تدريجيا بواسطة سحاحة مدرجة محلول الصود الذي تركيزه سي بي يساوي 2 في 10 قوة ناقص 2 مول على اللتر.
نقيس البي اش المزيج بعد كل إضافة ذات الحجم VB، يعني راح يكون عندي جدول وندون فيه بي اش المزيج، يعني بي اش مع الحجم، بي اش مع الحجم وهكذا. ثم نرسم منحنى المعايرة بي اش يساوي اف لي في بي، هو يعني نموذج امامك لهنا. هذا المنحنى اللي راك تشوف فيه هذا اللي راه بالنقط الحمر هذا، يعني هذا هو المنحنى بي اش يساوي اف لي في بي، يعني المنحنى الممثل لتغيرات بي اش بدلاله الحجم في بي لصود المضاف. مثلا لو جينا نقوم بتحليل المنحنى، لو هنا مثلا وين راهي في او هذه، مثلا هنا راهي التدريجه 10، صح هنا 10 وهنا مثلا نقول 5، انه ما وجدش منحنى خاص بهذا، يعني هذا تقريب هذا منحنى تاع معايره حمض ضعيف باساس قوي، ونفسه هو نفسه يعني ناقل تاع سي اش تروا سي او اش مع محلول الصوت. وهنا مثلا قال هنا 15 وهكذا، يعني لاحظ هنا المنحنى ينقسم الى ثلاثة اجزاء. لو جينا قمنا بتحليل منحنى المعاير، صح، يعني لهنا شوفوا مليح باللي كاين عندنا من حتى لهنا قبل العشرة، يعني 9.9 نقولوا مثلا حتى 9.9، يعني عند النقطة هذه حتى 9.9، ومن 10 مثلا عند النقطة اللي تجي من بعد 10.1، صح. إذن يعني لو قلنا أنه في الجزء الأول، في الجزء حيث يكون VB أقل من 9.9 ميلي لتر، يعني جاية قبل العشرة بحبة، هنا 9.9 ميلي لتر وأكبر من الصفر، يعني واش نقصد بها؟ أي الجزء هذا، هذا الجزء من هذا الجزء كومبليكي ما راه. لاحظوا أن في هذا الجزء تتزايد قيمة البي اش، تتزايد بماذا؟ ببطء، تتزايد ببطء. لماذا؟ قيمة الـ pH كانت هنا ومن بعد طلعت ولات متزايدة حتى لهنا، طلعت حتى لهنا قيمة الـ pH، يعني قيمة الـ pH تتزايد ببطء في هذا الجزء. ومن بعد يأتي الجزء اللي هو بين هنا هكا حتى لهنا، يعني بين كذلك في الجزء حيث VB أي الحجم المضاف للأساس يكون أكبر من 9.9 ميلي لتر، يعني يكون محصور بيناتهم حتى 10.1 ميلي لتر. في هذا هنا لاحظوا في هذا الجزء أعزائي شو مليح، يعني منا حتى لهنا هاك، هذا هاك، يعني هنا لاحظوا هنا في هذا الجزء تتزايد قيمة البي اش بسرعة كبيرة جدا، يعني البي اش يقوم بقفزة، صح هذا الجزء. يبقى لنا الجزء الثاني اللي هو هذا، شوفوا مليح، يعني منا حتى لهنا، لاحظ في الجزء هذا واش يكون، يعني في الجزء وين يكون، وين تكون اي في بي اكبر، تكون اكبر عفوا اكبر من 10.1 ملي لتر، صح. هنا واش يصرى في الجزء هذا؟ هنا تعاود تتزايد كيف كيف قيمه البي اش، لكن تتزايد ببطء، تتزايد ببطء، ونلاحظ انها تؤول الى قيمه حديه، تؤول الى قيمه حديه، يعني نقدر نقول ان لو جينا رسمنا منا مثلا مستقيم مثلا، نقول هنا ان قلنا باللي تتزايد قيمه البي اش هنا وتؤول الى قيمه حديه، يعني المنحنى كما تلاحظون يؤول الى مقارب افقي، يؤول الى مقارب
أفق. هنا أعزائي الطلبة في المنحنى نبين باللي نقطة التكافؤ اللي رانا رمزينها بأ هاي توجد في الجزء هذا، توجد وين؟ في الجزء هذا، يعني في الجزء وين تكون الحجم المضاف محصور بين 9.9 مليلتر و 10.1 مليلتر. أنا يعني توجد في الجزء وين البي اش يتغير بسرعة كبيرة جدا. بالنسبة لهذا الحجم أعزائي، المعامل الموجه لمماس المنحنى له قيمة عظمى. يعني هنا المماس تاع المنحنى هنا في النقطة هذه يكون عنده قيمة عظمى، يعني المماس يكون شاقولي. إذن هنا أعزائي حجم التكافؤ هنا يعني في او، هنا واش يولي عندنا؟ ها هي في او، هاي مكتوبه هنا في او. هنا حجم التكافؤ يوافق فاصله، يوافق ماذا؟ فاصله القيمه العظمى للداله. للداله شكون؟ اللي هي اي لمشتقه الداله اف في بي، لي في بي اللي هي انا دايرينها، هذه مشتقه الداله، هي في الحق دي اي اشتقاق بي اش بالنسبه لي في بي يساوي جي لي في بي، لان الداله هي اف لي في بي، لكن المشتقه يعني الداله المنحنى اللي باحمر هو اف لي في بي، بي اش يساوي اف لي في بي، لكن هنا في الحقيقه نكتبوا المشتقه تاع الداله نسموها جي لي في بي، لان راهي داله اخرى، راهي داله مشتقه. إذن واش تولي عندي؟ كيما راهي مكتوبه لهنا، تولي عندي مشتقه البي اش بالنسبه لي في بي، ونسموها جي لي في بي. نقطه التكافؤ اللي رانا رمزين لها هنا ب او، وقتاش يحدث التكافؤ؟ يحدث التكافؤ اعزائي عندما تكون متفاعلات في الشروط الستوكيومتريه للتفاعل. عند هذا النقطة، يعني عند نقطة التكافؤ، تكون كمية المادة الابتدائية للحمض، لأنه هو المعاير للمعاير عفوا معاير عفوا اللي هو راه موجود في كأس بيشر، أن صفر تساوي كمية المادة المضافة للأساس أن أو، يعني كمية المادة المضافة عند نقطة التكافؤ. مثلا في المعايرة تاعنا هنا، معايرة حمض ضعيف بأساس قوي، لو رجعنا مليح إلى الدرس، أنه معادلة المعايرة تكون على شكل AH زائد ماذا؟ زائد يعني AH اللي هو الحمض زائد OH اللي هو الأساس اللي جانا من الأناواش، يعطينا ماذا؟ يعطينا الحمض المرافق زائد الأساس المرافق عفوا زائد الماء اللهنة. هذه هي المعادلة. يعني هنا عندي المعادلة تاعي في المثال هذا هي هذه، هي أي سي أش تروى سي أو أو أش أكو زائد انا موا نسيت او اش موا زائد اش او موا اكو تعطينا لماذا السهم ديريكت ما درناش تساوي، ما كاش الي روتور، هذيك تكون المعادله ماهيش تامه. اما لهنا في التفاعل هذا تفاعل تام، اذا نديرو السهم، اذا سي اش قلنا لازم يكون في المعايره لازم يكون تفاعل تام ويكون سريع وحيد، سي اش تروى سي او او موا اكو زائد اش دوزو الماء. اذن هذه هي معادله التفاعل الحاصل خلال المعايره عفوا، وقلنا وهو تفاعل تام، تفاعل تام. خلاص
لا ربما ما تقول لي شريدة الان ا بلس وين راحت الصوديوم وين راحت؟ نقول لك شريدات قلنا سبق في دروس كيمياء قلنا باللي في التفاعلات حمض اساس في سنة ثانية قلناها باللي هذه الشريدة غير نشيطة، إذن فهي لا تساهم في تفاعل المعاير، ما تساهمش. إذن هنا واش كنت قلت؟ قلت باللي عند نقطة التكافؤ تكون كمية المادة الابتدائية للحمض أن صفر تساوي كمية المادة المضافة للأساس. إذن نكتبوا أن صفر اللي هي كمية المادة الابتدائية للحمض تاع سي اش عند نقطة التكافؤ، بان تفهموا صح سي اش تروى سي او او اش تساوي كمية المادة المضافة عند نقطة التكافؤ، لأن رانا حلينا الروبيني تاع السحاحة، أي نسيت كيف يسموه، المهم تاع السحاحة حليناه ورانا كي لحقت التكافؤ حبسنا صح، يعني الحجم المضاف عند نقطة التكافؤ أي اش او موا. وراني شارح مليح مليح المعايرة في المعايرة ملخص بالنسبة للسنة الثانية ثانوي، درتو جديد هذا غير كما حطيته للسنة الثانية ثانوي، اللي حبيت راني شارح بالتفصيل في الملخص هذاك حول المعايرة، سواء كانت المعايرة اللونية أو المعايرة عن طريق قياس الناقلية، لأنه نفس الشيء بالنسبة للمعايرة الـ pH مترية. إذن بما أن كمية المادة الابتدائية للحمض تساوي كمية المادة المضافة للأساس، ونعرفوا باللي كمية المادة تساوي التركيز في الحجم، بالنسبة للحمض راح يكون عندنا أي سي أ كمية المادة تساوي ماذا؟ تساوي في أ، ومنه تساوي كمية المادة للحجم المضاف للأساس أي تساوي سي بي في في بي أو، أي حجم الأساس عند المضاف عند نقطة التكافؤ. هذا القانون يسمى قانون التعديل، قانون التعديل. هنا بهذا القانون تاع التعديل يسمح لي بحساب التركيز المجهول، وهذا هو السؤال اللي راح يطرح عليك. مادام يعطوك حاجة مجهولة في التمرين أتوقع باللي يقولوا لك أحسبها، إذن يساوي ماذا؟ يساوي سي بي في في بي أو، ولا سي بي في في بي أو على في أ، كيف كيف نفس الشيء صح. إذن في المثال تاعنا أعزائي الطلبة هنا رانا وجدنا، لاحظ كي درنا تدريج هنا باللي رانا في عشرة، إذن وجدنا في بي أو ماذا يساوي في البيان في المثال بيانيا، وجدنا أي في بي أو يساوي ماذا؟ يساوي 10 ميلي لتر، لأن في بيعطونا بماذا؟ بالميلي لتر. يعني واش 10 ميلي لتر تعمل؟ اللي هو حجم محلول الصوت اللازم لبلوغ التكافؤ، اللازم لبلوغ التكافؤ. إذن هنا نقدر نحسب سي أ في المثال تاعنا، أي سي أ يساوي سي بي عطونا 2 في 10 قوة ناقص 2، 2 في 10 قوة ناقص 2 مول لتر، في في بي او نسيتش على طبعا ايه هذيك 2 20 ملي لتر، والاخر صبناه ملي لتر، يعني 10 10 والاخر صبناه 20. تقول لي يا استاذ علاه ما تحولش الى اللتر؟ يا اخي بالليتر انا نقول لك علاه، لان ملي لتر على ملي لتر راح أك حولت للليتر في 10 قوة ناقص 3 في 10 قوة ناقص 3 كي طلع الفوق راحت. إذن لا داعي باش تعب روحك، خليها كيما كي يكون ملي لتر على ملي لتر، وكاين ضرب
ما كان لا تحول. كي يكون مثلا كاين ناقص زائد في العمليه اللي هنا ما هنا حول، هنا حول. إذن لو هنا البي اش المزيج في هنا كيديروا في التدريجات تاع البي اش، انا بالحق نصيبو 8.2 يعني رانا دايرين 2 3 كذا نصيبو، لان 8 راح تكون في هذا السوحل منا، اذا هنا 8.2 صح. إذن البي اش المزيج هو ماذا؟ هو 8.2 اللي هو البي اش او، يعني البي اش عند نقطة التكافؤ. ما زلنا رانا عند نقطة التكافؤ، ها؟ إذن بي اش المزيج عند التكافؤ هو في الحق يسموه، تقدر دير بي اش ولا اكتب بي اش او من احسن، يعني عند نقطة التكافؤ تساوي 8.2، ما عندوش وحدة. 8.2 واش معناتها؟ يعني هنا البي اش، عفوا البي اش في المعايرة حمض ضعيف بأساس قوي، البي اش يكون أكبر من 7. كي تكون عندك معايرة من هذا النوع لازم بي اش تصيبه يكون أكبر من 7، نعرف باللي عندك معايرة حمض ضعيف بأساس قوي. متفاهمين؟ خلاص. هذا واش يعني هذا؟ يعني أن المزيج عند التكافؤ يكون أساسيا لأن البي اش أكبر من 7. عندنا كذلك نقطة أخرى واللي هي نقطة نصف التكافؤ، نقطة نصف التكافؤ صح. نقطة نصف التكافؤ عندنا كنا قرينا قبل الدرس اللي قبل هذا كنت قريتوه، عندنا التركيز تاع أ-H، التركيز تاع أ-H اللي هو الحمض يساوي التركيز تاع أ أي الأساس المرافق، وهذا يعني أن pH هنا pH مادام يكونوا متساويين إذن pH يساوي pKa. أكتب pKa ناس. إذن عند نقطة التكافؤ أي يكون هذا عند أي في هذه الحالة أي في أي عند الحجم عند نقطة نصف التكافؤ نسموه في أو إدمي أي نصف، يساوي ماذا؟ الحجم عند نقطة التكافؤ في بي أو تقسيم 2. كذلك في هذه المعايرة يعني معايرة حمض ضعيف بأساس قوي نستعمل العلاقة التالية، نستعملها في التمارين اللي هي pH يساوي pKa زائد log التركيز تاع الأساس المرافق على التركيز تاع الحمض. هذه العلاقة نستعملها بزاف. بالنسبة للكاشف الملون المناسب هنا، الكاشف الملون يعني مانيش ندخل في التفاصيل، أنا راني في ملخص المناسب من يعني إذا حبيت تدخل في التفاصيل راني داير راي في الأرشيف، راي موجودة فيديوهات في القناة وتجدها كذلك في المدونة مرتبة. الكاشف الملون المناسب هنا هو فينول فطالين،
والفينول فطالين. يعني الفيراج تاعو كما نقولوا بالفرنسي الفيراج او المنعرج تاعو، منعرج الانعطاف تاعو هو يكون محصور بين، قلت يكون بين 8.2 و 10. في المثال الثاني راح نقوم العكس، معايرة أساس ضعيف بحمض قوي. يعني في المثال الأول شفنا معايرة حمض ضعيف بأساس قوي، دوك العكس. إذن هنا في المثال تاعنا راح نعايرو أو نقوم بمعايرة محلول الأمونياك اللي هو النشادر بواسطة محلول حمض الكلور أي أستر وأو بلس و سي ال موا. إذن نضع في كأس بيشر بواسطة مصة حجم في بي 20 ملليلتر، يعني كأس بيشر ذا المرة وضعنا حجم في بي وراه معروف صح 20 ملليلتر معلوم من محلول غاز الألمونياك ان اش طروة اللي هو أساس ضعيف، ثم نضيف إليه تدريجيا بواسطة السحاحة محلول كلور الهيدروجين اللي هو اش طروة او بلس زائد سي اللي هو حمض الكلور أو يسموه لاسيد كلوريدريك، حمض الكلوريدريك كذلك. تركيزه المولي هو سي اي يساوي 4×10^-2 مول على اللتر. ومن بعد نقيس بواسطة مقياس بي اش متر قيمة البي اش المزيج الموافق، يعني بالنسبة لكل حجم فئة مضاف. بعد نقوم بتدوين النتائج في الجدول ثم نرسم منحنى بي اش يساوي اف ل في بي ونحصل على البيان اللي هو امامك. لاحظ ان البيان اللي شفناه المره اللي جازت راهو داير هكذا، وهذا لاحظ انه راهو العكس تاعو، العكس تاعو. البيان اللي شفناه المره اللي جازت اللي داير هكذا كما رسمته درك هو معايرة حمض ضعيف بأساس قوي، حمض ضعيف بأساس قوي. أما الآن معايرة محلول معايرة أساس ضعيف عفوا بحمض قوي، لاحظ البيان كيفاش صح. بالنسبة للمعادلة لو جينا كتبنا معادلة تفاعل المعايرة من هذا النوع، يعني معايرة أساس ضعيف بحمض قوي، راح تكون على الشكل التالي. راح تكون بي اللي هو يمثل الحمض الضعيف زائد اش 3 او بلس شريدة الهيدرونيوم اللي جاتنا من كلور محلول كلور الهيدروجين اللي فيه سي اش 3 او بلس شوارد الهيدرونيوم والسي الموا تعطينا، قلنا باللي التفاعل تام. واش تعطينا؟ تعطينا بي اي الحمض المرافق بي اش بلس اكو زائد الماء، يعني هذه معادلة يعني نموذج المعادلة العام لمعايرة اساس ضعيف بحمض قوي. انت في الملخص أوليو تكتب التمرين اكتب هذه، يعني يعرف كيفاش تلخص. يعني هنا نعود نولي للمثال التاعي. المثال التاعي عندي الحمض الضعيف اللي هو النشادر، غاز النشادر الأشطر اللي هنا راني أقول محلول صح زائد شوارد الهيدرونيوم أشطر أو بلس أكو اللي جات من محلول كلور الهيدروجين. واش تعطينا؟ تعطينا الحمض المرافق اللي هو NH بلس أكو زائد الماء اللي هو سائل ليكيد صح. إذا قلنا باللي التفاعل تام، تفاعل معايرة يكون تام وسريع وواحد صح. أنا شريدة الكلور مثلها مثل ما شفنا في المثال الأول بالنسبة لشاردة الصوديوم، هي شاردة ما تشاركش في التفاعل، إذن جات تتفرج برك صح.
إذن عند نقطة التكافؤ، عند نقطة التكافؤ هي E، يكون كمية المادة الابتدائية للأساس تساوي كمية المادة لأشطروة لشوارد الهيدرونيوم المضاف بالفرنسي فيرسي، صح؟ خلاص. إذن مادام كمية المادة تساوي التركيز في الحجم، إذن ننجم نكتب قانون تعديل اللي هو سي بي في بي تاع هذه تاع ان بي سي ابتدائي تساوي هذه سي ا في في ا، اي الحجم المضاف عند التكافؤ. إذن هنا الحجم المجهول هو وشنو هو؟ هو سي بي، هو سي بي. يعني هنا لو جينا للتمرين لاحظ باللي الحجم الموجود في كأس بشارة باين، لكن سي بي التركيز تاعو مجهول، التركيز تاعو مجهول. بالنسبة لي الحجم تاع الحمض الله موجود في السحاحة المعاير راهو معلوم، الحجم تاعو نعرفوه عند نقطة التكافؤ كما نراو باين عند نقطة التكافؤ. بس إذا سي بي هو المجهول، إذا يساوي ماذا؟ يساوي سي ا في حجم ا المضاف عند نقطة التكافؤ على الحجم في بي ده موجود في كأس بيش. إذا بيانيا وشنو هو الحجم يعني في المثال تاعنا؟ أي بيانيا نجد الحجم المضاف عند التكافؤ. لو جينا نقرأه لهنا يعني لاحظ هنا خمسة يعني تدريجتين بخمسة، يعني لهنا راح تكون تدريجة 2.5، يعني 5 وزيد 2.5 7.5. أي بيانيا حجم التكافؤ أي في أ أ شعصرناه يساوي 7.5 ميلي لتر. يعني وشن هو هذا؟ هذا حجم محلول كلور الهيدروجين اللازم لبلوغ التكافؤ. إذن هنا نقدر نحسبه سي بي، إذن تركيز المجهول للأساس يساوي سي أ طوالنا 4 في 10 قوة ناقص 2، الحجم المضاف عند التكافؤ هو 7.5 وفي بي هي 20 ميلي لتر. قلت ميلي لتر عن ميلي لتر، مكان لها نحوله اختصر وخلاص. إذن واش عاد صرناها؟ صرناها تساوي 1.5 في 10 قوة ناقص 2 مول على اللتر. هذا هو التركيز المجهول اللي طلبوه منك. إذن بالنسبة لي pH المزيج عند التكافؤ، أي pH المزيج عند التكافؤ هو يعني pH E يساوي عند التكافؤ. هنا لاحظ عندنا كل ثلاثة يمثلوا واحد، كل ثلاث تدريجات صغار يمثلوا واحد. إذن بين الربعة يعني هنا نقطة التكافؤ راهي الدور هنا، صح؟ إذن الأو راهي هنا، هنا عندنا 5 يعني الأو راهي في ذا السواحل تحت الستة بوحدة هاكا ما اسمه هاكا هكذا.
يعني نقدر نقوله 5.8، لأن قريب نقدر نقوله 6 ونقدر نقوله 5.8 صح. يعني هنا الـ pHe يساوي 5.8، أي عند معايرة يعني pH أقل من 7. إذن عند معايرة أساس ضعيف بحمض ضعيف pH يكون أقل من 7، كما شفنا عند معايرة حمض ضعيف بأساس قوي pH يكون أكبر من 7. يعني عندك pH أكبر من 7، هنا عندك معايرة حمض ضعيف بأساس قوي. pH أقل من 7، معايرة أساس ضعيف بحمض قوي. ومن بعد عندنا pH يساوي 7، يعني معتدل. هنا هنا الوسط، عفوا الوسط يكون يعني هذا يعني أن المزيج عند التكافؤ يكون حمضيا، حمضيا يكون حمضيا. فالبي اش أكبر من 7 يكون أساسيا، لكن راح في المثال الأخير أي أساس قوي حمض قوي أساس حمض قوي بأساس قوي، هنا راح نسيبه الـ pH يساوي 7، إذن معتدل. عندك ثلاث حوايج تحطهم في راسك: pH أكبر من 7، معايرة حمض ضعيف بأساس قوي، البيان تاعو راه باين من تحت ويجي طالع، معايرة أساس ضعيف بحمض قوي، البيان يجي من فوق ويجي هابط، pH أقل من 7، يعني أساس أي المزيج يكون حمضيا. مثلا لا مثلا لو مثلا نعطيك مثال ومن بعد نزيدو مثلا لو جينا عايرنا محلول الهيدروكسيد، هذا اللي هو عندنا هيدروكسيد الصوديوم الصود، بواسطة محلول كلور الهيدروجين، واش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا المعادلة راح تكون H3O بلس أك زائد HO موان صح. يعني الأشتر وأوبليس جاتني من محلول كلور الهيدروجين، والأش أموان جاتني من هيدروكسيد الصوديوم، يعني للزوج واحد حمض قوي والآخر أساس قوي صح. إذن واش تعطيني؟ تعطيني 2H2O ليكيد صح. هنا البي أش المزيج عند التكافؤ راح نصيبوه 6، لأن حمض قوي أساس قوي، راح نصيبوه عفوا 7. يعني وش يعني هذا؟ يعني أن المزيج عند التكافؤ عفوا يكون معتدل. خلاص هذا تتلكم مثال بسيط. إذا نعود نرجع إلى التمرين تاعي. هنا أعزائي الطلبة عند نقطة تكافؤ تختفي في الحالة هذه، في الحالة تاع معايرة أساس ضعيف بحمض قوي، عند نقطة تكافؤ تختفي نصف كمية الأساس، وذلك عند إضافة نصف حجم الحمض اللازم للتعديل. إذن هنا راح يكون في هذه الحالة التركيز تاع الأساس عند نقطة تكافؤ صح يساوي التركيز تاع pH بلس اللي هو الحمض المرافق. هذا يعني أن في هذه الحالة الـ pH يساوي ماذا؟ يساوي pKa. pH يساوي pKa، لكن لاحظ في المعايرة حمض ضعيف بأساس قوي pH صرنا يساوي pKa زائد log، ومن بعد التركيز تاع الأساس المرافق على التركيز تاع الحمض. لكن في الحالة هذه وصلنا، لاحظ هنا كي تكون تشوف P تساوي pH بلس، واش عطتنا؟ pH pKa صح.
وكذلك في المثال الأول كنا صبنا التركيز تاع AH يساوي التركيز A موان، عطاتنا PH يساوي PKA صح، وقلت باللي استعملنا العلاقة PH يساوي PKA زائد log في التركيز تاع الحمض، عفوا الأساس المرافق على التركيز تاع الحمض. هنا نفس الشيء، لأن علاه هنا بيانيا البيكا تاع هنا راهي عندنا ثنائيه، عفوا نكتب بالازرق احسن، هنا راهي عندنا الثنائيه، لأننا ثنائيه حمض اساس بي اش بلس و بي حمض اساس صح. هذه الثنائيه واش تمثل؟ تمثل ترتيب نقطه نصف التكافؤ. اذا نقطه نصف التكافؤ عند ماذا؟ واش تسمى؟ تسمى اي في او نصف تساوي ماذا؟ تساوي في ا او الحجم الحمض المضاف عند نقطة التكافؤ على الاثنان. دائما الحجم المضاف سواء تاع الحمض ولا الاساس الصور وراه اللي رانا نضيفه فيه على الاثنين، يعني نفس الشيء بالنسبه لي. العلاقه المستعمله هي نفسها كما الاخرى، برك تبدل يعني بي اش تساوي البي كا ا، البي كا ا زائد اللوغ تاع اللهنه، اللوغ تاع من تاع التركيز الحمض الاساس عفوا على الحمض المرافق. دائما يكون في اللوغ يكون الاساس على الحمض. في المثال الاول كيف صبنا اللوغ اموا اي الاساس المرافق على اش الحمض، هنا كيف دائما الاساس على الحمض. يعني هنا بالنسبه لو رحنا للكاشف الملون المناسب، كاشف الملون المناسب، يعني لاحظوا العقليه راهي تدور وين؟ بي اش اقل من 7 راهي تدور من جهه 5.8. اذا شكون اللي تليق هنا؟ الكاشف اللي يليق هو الهيلياتين، هو الهيلياتين. الفيراج تاعها او المنعرج تاعها يكون بين بي اش تاعها يكون منعرج يكون بين 3.1 و 4.4. لو طرح عليك السؤال الكاشف المناسب، الكاشف الملون المناسب، تقول له الهيلياتين هاو المنعرج تاعها، عندك 3 تحفظها. يعني اللي كيكون البي اش اكبر من 7، الكاشف الملون المناسب هو الفينولفطالين اللي قلنا المنعرج تاعو يكون بين 8.2 و10، يكون اقل من 7 هو الهيلياتين اللي البي اش تاعو يكون بين 3.1 و4.4، يكون بي اش يساوي 7 عندك البي بي تي بلو دو بروموتيمول اي ازرق البروموتيمول اللي درك نشوفوا البي اش تاعو وين راه يدور من جهه 7 قبل 7 شويه فوق 7 شويه، عندك 3 الهيلياتين الفينولفطالين والبلو دو بروموتيمول. الفينولفطالين كيكون بي اش اكبر من 7، الهيلياتين كيكون بي اش اقل من 7، ازرق البروموتيمول كيكون بي اش يدور في 7. هذا ممكن عندك 3 تحفظها. لنرى الان كيفيه تعيين نقطه التكافؤ. عندنا الطريقه الاولى وهي طريقه المماسات المتوازيه او المماسين المتوازيين، ميثود دي تانجونت، لأن المماس هو لا تونجونت صح. لاحظ في الشكل أمامك، نبدأ برسم المستقيم دالتا اللي هو المماس للمنحنى في النقطة A كما تلاحظون، هذا نسميه المستقيم دالتا صح، مماس للمنحنى في النقطة المنحنى اللي راهو بالأحمر هذا صح. ومن بعد نجي نرسم المستقيم دالتا فتحة، هذا دالتا فتحة
هذا اللي هو المماس للمنحنى في النقطة B، ويكون موازي للمستقيم دال طالبول، صح. ومن بعد نمثل القطعة، نجي نمثل القطعة H، H فتحة هيا، القطعة H H فتحة هذه، صح. قلت نمثل القطعة H H فتحة، هذه القطعة H H فتحة تكون عمودية على المستقيم دلتا وعمودية على المستقيم دلتا فتحة. ومن بعد نجي نمثل المنصف دلتا فتحتين، المنصف دلتا فتحتين للقطعة، منصف القطعة H H فتحة الذي هذا المنصف يتقاطع مع المنحنى وين في نقطة التكافؤ H E، يتقاطع مع المنحنى في نقطة التكافؤ H E. ومن بعد واش نجي ندير، نسجل إحداثية نقطة التكافؤ، إحداثية نقطة التكافؤ اللي هو ال PH عند نقطة التكافؤ يساوي كذا كذا، ونسجل الحجم المضاف عند نقطة التكافؤ يساوي كذا كذا مليلتر. ال PH إحداثية عندها هذه وعندها هذه، ها هما إحداثيات نقطة التكافؤ، يعني X لو جينا للرياضية X وهنا Y، إحداثية تاع E ها هما X Y، خلاص صح. نأتي الآن إلى الطريقة الثانية، الطريقة الثانية وهي طريقة الدالة المشتقة لا ميثود دو لا كورب ديريفي، والتي هي جي في، جي في هي الدالة المشتقة ل اف جي لي في بي، هي الدالة المشتقة ل اف لي في بي، لأن عندنا الدالة بي اش تساوي اف لي في بي، اشتقاق تحاوى هذا يعني اشتقاق بي اش دي لي بي اش، اشتقاق بي اش بالنسبة للحجم في بي المضاف، صح. هنا هذه الطريقة أعزائي الطلبة تمكننا من ماذا؟ من تحديد حجم التكافؤ، وهذه تمكننا من تحديد هذا الحجم بدقة كبيرة أو جد كبيرة. في هذه الحالات نستعين بالحاسوب، وهذا عندنا كان واحد البرنامج نرسم به، نرسم منحنى المعايرة ومن بعد نرسم المنحنى المشتقة، منحنى الدالة بي اش اف لي في بي راهو بالاحمر، ومنحنى الدالة اللي هو بالازرق. لاحظ ان هنا حجم التكافؤ يوافق القيمة العظمى لجي بي جي لي في بي، هنا شوية راهو طالع بالزاوية بالحق، يجي هنايا عند وين تخلص الاو، صح. يعني حجم اكتب عندك حجم التكافؤ يوافق القيمة العظمى للدالة المشتقة في حالة معايرة حمض، في حالة معايرة حمض، ويوافق القيمة الدنيا أي أدنى في حالة معايرة أساس، يعني اشفى مليح على هذه، صح. ها هو نوريكم اللوجيسيال، يعني نظرة على اللوجيسيال، ها هو اللي يسموه هذا اللوجيسيال، هو ستان لوجيسيال دو سيمولاسيون، يسموه سيمول وين، سيمول وين، هذا لوجيسيال، هذا اسم اللوجيسيال عندك كامل هنا، وتصيب كي تجي تيليشارجي تصيب بعض لي نوتيس يورولك كيفاش تستعملو، عنده كذلك كي دخل المعطيات تاعك وشرحت المعايرة تنجم نكبروها هكذا، ها هي تخرج، يخرج المنحنى، هاو يخرج هاو اللوجيسيال، هاو ديجا هاو اسمه سيمولوين بروفيسور خاص بالأستاذ، يخرج منحنى المعايرة، يعني هاني وريتك تقدر تيليشارجيه
في جوجل وتخدم به يعني إذا كان عندك الوقت. الفيديو الآن راه الحق إلى ساعة، نضيف له بعض الدقائق باش نكمل هذا. واش بقى عندنا؟ بقات لنا غير معايرة حمض قوي بأساس قوي، أو العكس، معايرة أساس قوي بحمض قوي. مثلا أعطيك مثال، مثلا التفاعل بين H3O بلس و Cl مو كلور الهيدروجين، وبين ال NaOH Na بلس و H مو نشط. صح، لا مش دوكسيد الصوديوم، صح. إذا يعني نزوج أي أساس حمض قوي أساس قوي، صح. في هذه الحالة أعزائي الطلبة، لاحظ أننا في المنحنى الأول ما مش كبار بزاف، استنى نكبرهم وهكارهم يبانوا كبار، صح. لاحظ في المنحنى الأول وهنا راهم مستعملين طريقة الممسات المتوازية، عندنا معايرة حمض قوي بأساس قوي، شو المنحنى كفارة وريح، وهنا في المنحنى الثاني معايرة أساس قوي بحمض قوي. يعني نقلتهم هذو، راني نكوبي ونبدل الترجمة إلى آخره، نبدل بعض الأمور ما كاش وين ما عنديش بل استعمل لوجيسير ما استعمل، صح. عندنا هنا معادلة أو معادلة المعايرة، معادلة المعايرة، معادلة المعايرة هنا عندي شوارد الهيدروميوم اللي مثله الحمض زائد شوارد HO- اللي مثله الأساس، واش يعطونا؟ يعطونا 2H2O اللي هو الماء. عند التكافؤ، يعني باختصار عند التكافؤ، عند التكافؤ راح يكون عندنا اي، لان هنا رانا مثلا راح رانا نعايره في حمض قوي باساس قوي، صح، أو بأساس قوي بحمض قوي، صح. عندنا مثلا كمية المادة لـ HO مو الابتدائية اللي هو أساس تساوي كمية، يعني رانا نعايرو في أساس قوي بحمض قوي، كمية المادة الـ H3O بلس المضاف، حتى ما تلفلكش، هذا راهو أساس وهذا حمض، هذا راهو في البشر وهذا راهو في السحاح، أو تقلب هذه يدلها صفر الآن أشطر وأو بلس صفر، أو لا نكتبه، أو أن أشطر وأو بلس كمية المادة الابتدائية للحمض تساوي كمية المادة كمية المادة المضافية لـ HO مو مضاف. يعني في الحالة الأولى هنا راهي معايرة أساس بحمض، أساس قوي بحمض قوي، في الثانية معايرة حمض قوي بأساس قوي، هاني كتبتهم لزوج، خلاص. إذن هنا راح يكون قانون التعديل، بمن سوال إن شاء الله قانون التعديل راح يكون CA في VA يساوي CB في VB، يعني عند نقطة التكافؤ، أو العكس، أو العكس، العكس اللي هو CB في VB يساوي CA في VAE، صح. عند التكافؤ يكون
التفاعل تام. كي نقول عند التكافؤ واش يكون التفاعل تام في هذه الحالة. يعني هنا راح تختفي كليا الأنواع أشؤم وأسطر وأبلس، راح تختفي كليا، يعني هنا يصبح أي تختفي كليا الأنواع أو الأفراد أنواع أش أو موا و أش طروا أو بلوس. واش يبقى لنا هنا؟ المحلول يبقى يحتوي إلا على الماء، معناه المحلول يحتوي إلا على الأشدوز، على الماء أشدوز. إذن مادام يحتوي إلى الماء بالطبع الماء مقطر، إذن في هذه الحالة الـ pH يساوي 7. واش قلت لكم مقبل، يعني معتدل، وسط معتدل. خلاص صح. عند معايرة حمض قوي بأساس قوي أو العكس لا توجد نقطة نصف التكافؤ. في هذه الحالة لا توجد نقطة نصف التكافؤ. خلاص هذه سجلها في راسك. يعني الكاشف الملون المناسب، شكون هو؟ تعرفوه، أزرق البروماتيك، أزرق البروموتيبول أو بما يسمى بالبي بي تي بلو دو بروموتيمول. الفيراج تاعو أي المنعرج تاعو يكون بين 6.2 كما قلت لكم مقبل، يدور من جهة 7 و 7.6، يعني هو هاكا باش راح يكون هاكا أزرق البروموتيمول، هذا هاكا عفوا. عندنا الوسط حمض معتدل، وعندنا أساس، وسط أساسي صح. أزرق البروموتيبول نعرفه باللي في الوسط المعتدل يكون أخضر، هنا يكون أصفر أي لما شو أصفر، وهنا يكون أزرق صح. يعني لاحظ اللي هنا هذا الPH تاعو، الPH راه يدور بين 6.2 وبين المنعرج تاعو بين 7.6، يعني اللي يسموه الفيرج. هذه الطريقة أي طريقة الكاشف الملون، طريقة نستعملها كذلك، تعتمد على ماذا هذه الطريقة؟ رانا ذكرناها من قبل كواشف ملونة لحقنا إلى أزرق بروموتيمول، تعتمد على إضافة بعض قطرات من الكاشف ملون إلى المحلول المعاير، ووقتاش يحصل تكافؤ؟ يحصل عندما يتغير لون الكاشف. مثلا نعطيكم نختم بصورة أو منحنى للمعايرة اللونية للأسبيرين. ها هو المنحنى تاع المعايرة اللونية للأسبيرين. لاحظ أنه الـ pH في الصيف هنا بالطبع راح يكون هنا أساس، وهنا يكون في 7 يكون معتدل، وهنا يكون حمض، يعني فوق 7 راهو حمض. إذن الفيراج قلنا تاع البلو دو بروموتيمول يكون بين 6.2 و الـ pH تاعو و 7.6،
يعني ها هو المنعرج تاعو وين راه يدور، يعني هناك يبدا يتغير اللون تاع البلو دو برومو تيمول. هنا يعني يسرى التكافؤ. أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في ملخص آخر أو حل تمرين أو حل اختبارات تجريبية أو بكالوريا سابقة، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.